هبتدي بيكي يا أستاذة رضوى. قبل ما اتكلم على فكرة تحليل السلوك، تكلميني على حالة عمر وبتتعاملي معها ازاي؟ اوكي. عمر هو شخص اوتيزم في سنة 2004. اوكي. بعد ما ابتدينا عنده التشخيص. كم سنة؟ عمر عنده 20 سنة. اوكي. بعد ما ابتدينا التشخيص طبعا في فترة كده معينة دايما بتيجي للأم، فترة اللي هي denial، لأن ابني كويس أنا ما عندوش حاجة. أنا الحمد لله الفترة دي ما طولتش معايا قوي، ابتديت أخد خطوات وابتدي إن أنا أدور أساعده إزاي أعمل إيه. اكتشفت إزاي إنه عنده أوتيزم؟ اكتشفت بطريقة لعبه. أنا عندي طفلين أكبر منه، فلقيت عمر دايما طريقة لعبه مختلفة شوية عن إخواته، ممكن يمسك الألعاب ويقعد يرصها، ما بينتبهش للناس لما حد يجي يزورنا، الأي كونتاكت أو التواصل البصري بتاعه ضعيف جدا، ممكن يمسك ايدينا ويشدنا من ايدينا عشان يروح يجيب حاجات معينه، ما كانش مهتم بالاشخاص والعلاقات الاجتماعيه ما بيننا وما بينه، كان مهتم اكتر بالاشياء وبالالعاب. فدي الحاجات اللي خلتنا ان احنا نلتفت شويه في ممكن يكون في مشكله. اكتشفتي ده في سن كام؟ على سن سنة، سنة ونص. زائد كمان ان على سن سنة، سنة ونص الاطفال بتبتدي تقول بعض الكلمات، ممكن تقول كلمة او كلمتين، لكن هو ما كانش فيه كلمات خالص. فكل الحاجات دي ابتدينا ان احنا ناخد خطوات ونبتدي نروح لطبيب نفسي. رحنا لطبيب نفسي، فاول ما شافت عمر قالت اوتيزم. حتى قلت لها، انا كنت اول مره اسمع كلمه اوتيزم دي، قلت لها يعني ايه اوتيزم؟ بس هي للاسف يعني كان زمان بقى عشان 2004، فطريقتها في انها تعبر لي يعني ايه اوتيزم، اللي هو ممكن لما يكبر حد يضحك عليه شويه، فما كانتش طريقه، كانت صدمه شويه بالنسبه لي. بس فانا قلت لها طب انت عرفتي ازاي؟ قالت لي عشان احنا مثلا كلنا قاعدين مع بعض، شيء طبيعي ان هو كان يجي ويتفاعل معاكي مع بابا وكده، لكن هو كان قاعد لوحده بيلعب بالالعاب. طب خلينا نشوف التقرير ده عن تفضل. عمر بس. ونرجع تاني نكمل هذا الحوار. طيب نشوف. عمر اتشخص ان هو عنده توحد وهو عنده تقريبا سنتين. طريقته في اللعب كانت مختلفه عن اخواته، كان ممكن مثلا بيقعد يعمل اصوات مش مفهومه، ما كانش بيقعد ينتبه للناس اللي ممكن تيجي تزورنا. المهم انا ابتديت ان انا اساعد عمر في ان انا اقرا واعرف، وابتدينا ان احنا ناخد الخطوات في ان الثيرابي او العلاج، ان هو محتاج علاج سلوكي وان هو محتاج تخاطب ولانجوج والحاجات دي. فابتديت اخد الاجراءات دي عشان ابتدي ان انا اساعده. ابتدينا مثلا في الاول بان هو كان بيتعامل بلغه الاشاره، بعد كده ابتدينا ان احنا نتخطى لغه الاشاره ويبتدي يتواصل بالصور. فدي كانت خطوه في ان هو عمر ازاي ان احنا نعلمه وسيله للتواصل، لان هو كان غير قادر على ان كلامه يبقى مفهوم للناس. وبالتالي لما علمناه ازاي يتواصل مشاكل كتير ابتدت تقل. مع الوقت عمر كمان لما ابتدى يتعلم الكتابه والقرايه، ابتدينا ان احنا نشيل موضوع الصور والحاجات دي، وابتدى ان هو يتواصل معانا بالكتابه دلوقتي. يعني عمر بيعرف يكتب كويس قوي، يكتب الحاجات اللي هو عاوزها، يكتب الجدول بتاعه واليوم بتاعه هيعمل فيه ايه. الحاجه الثانيه اللي انا برضو لاحظتها في عمر ان هو عمر قادر على ان هو يعوم، وكان حابب السباحه، وابتديت من زمان قوي، يمكن من هو عنده تقريبا 4 أو 5 سنين ابتدى يروح تدريبات السباحه، وابتدينا بقى ناخد الجزء بتاع الرياضه ده جامد قوي، والحمد لله ربنا وفقنا ان هو بقى بطل رياضي. فانا ركزت اكتر حاجه مع عمر على الحاجات اللي هو يقدر يبقى ناجح فيها، سواء حاجات رياضيه، سواء حاجات ازاي ان انا اعلمه ان هو معانا ويبقى انسان سعيد في الاسره، حتى لو ما قدرش ان هو يروح مدرسه زيه زي بقيه الاولاد العاديه. اكتر حاجه ممكن ان هي تضايق ام شويه لما تبقى تخرج مع ابنها، اللي هو ممكن يكون مثلا بيعمل زي اصوات معينه، تلاقي مثلا طفل بيعيط لان هو لسه بيتعلم ازاي يتواصل ومش عارف، تلاقيه بيصرخ. اوكي. الحاجات دي بقى اللي بتضايق الامهات، لما تلاقي نظرات المجتمع والناس اللي حواليها بيبصوا لها بطريقه مثلا قاد شويه، او تلاقي ان هي ممكن تحاول تبعد عنهم الامهات علشان مش فاهمين. ممكن انا حتى لو في طفل مثلا عمر عمل اصوات قدامه، انا ممكن احاول افهم الطفل ده هو بيعمل كده ليه مثلا. لكن الامهات بقى اللي هم لسه في بدايه حياتهم، ان هم لسه اولادهم لسه دايجنوزد بالاوتيزم ولسه صغارين اولادهم، حتى لو حاجه زي كده حصلت تحاول ان هي ما تتضايقش. بس احنا في نفس الوقت محتاجين علينا كلنا دور في المجتمع، ان احنا ازاي نوعي الناس بتقبل الاوتيزم ده في المجتمع. خد منك وقت قد ايه يا رضوى انك انت توصلي لهذه النجاح الباهر اللي انا شايفاه ده في التقرير؟ يعني بحييكي عليه، لانه الام هنا هي اللي شايله كل العبء. انت عملتي دراسات عليا في القصه دي؟ بالظبط. انا معايا ماجستير في علم تحليل السلوك التطبيقي من جامعه اسمها ذا سيج كوليدج في نيويورك، ودرست الاي بي اي، علشان الاي بي اي ده هو العلم اللي فيه الاستراتيجيات والتكنيكس اللي ممكن تساعد الاولاد اللي عندهم اوتيزم.
وده it's a science, it's a big science. exactly, بالظبط, that's a big science. وكل الاستراتيجيات اللي فيه it's proven, يعني مثبتة علميا انها بتساعد الاولاد دي. فانا خدتي وقت قد ايه على معرفتي تتأقلمي انت نفسيا وتقدري ان انت توصلي لده؟ يعني في الاول حته الدينايل دي, لكن انا بعد كده يمكن اكيد بتفرق من ام للتانيه. انا يمكن باخد خطوات اسرع في ان انا اركز في الحاجات الايجابيه اللي انا عايزه اعلمها لابني. انا عايزه اعلمه ايه؟ هل ابني قادر ان هو يتواصل؟ هل ابني قادر ان هو يتعلم الكتابه والقرايه؟ هل ابني قادر ان هو يدخل المدرسه؟ لو غير قادر على ان هو يدخل المدرسه اتس اوكي, خلاص انا هشوف هو ايه ناجح في ايه وابتدي ان انا اركز في حاجه زي كده. فالوقت كتير قوي. ده انا ابتديت دراسه من 2010. اوكي, انا كنت اول الحمد لله واحده سيرتيفايد في مصر في 2016, وقلت ان انا طالما انا اتعلمت طب واي نوت ان انا اساعد ناس ثانيه مش بس ابني. فانا شايفه اهميه الاي بي اي ده او العلم تحليل السلوك, وان يا ريت ان ده يكون علم موجود في الجامعات هنا في مصر, عشان ده حاجه مهمه قوي 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 لكل المدرسين في المدارس, للسبورت تيتشرز او شادو تيتشرز او مدرسين الظل. يعني عمر دخل المدرسه, عمر لا ما قدرش ان هو يروح مدرسه, بس عمر بيتعلم الكمبيوترز, بيتعلم السباحه, بيتعلم حاجات كتير قوي, لكن هو ما قدرش يمشي في الحاجات الاكاديميه ويقدر يبقى جريد ليفلز ويتخرج من المدرسه او الجامعه او كده. اصعب حاجه قابلتك كانت ايه؟ حاجه في الحياه بشكل عام ولا عمر؟ يمكن اكتر حاجه موضوع ان عمر مع الاوتيزم عنده سبيتش ابراكسيا, يعني هو بيبقى كلامه مش مفهوم شويه للناس. يمكن لو ما كانش موضوع السبيتش ابراكسي, لو كان بس الاوتيزم كان الموضوع كان هيبقى اهدى شويه. فعلشان يقدر يتواصل كان ممكن يكون كان عنده اصحاب لو كان بيعرف يتكلم كويس وفلوينت والناس تقدر تفهمه. يمكن دي اكتر عقبه يعني, بس الحمد لله.